تحضير الزيتون المكلس في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في يعني طبخة جديدة ووصفة جديدة اليوم من قناة أطيب دارنا. اليوم يعني راح نحضر الزيتون المكلس في البيت بطريقة سهلة ومريحة جدا. خلوكم معنا أعزائي المشاهدين، لا تنسونا طبعا من الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس، ودمتم بألف ألف خير. نجي للكميات، عندنا 2 كيلو زيتون من الحب الكبير، يفضل يكون من نوع الجلط، يعني جلط أبشوك الكبير يفضل، يتجاوب أكثر مع الكلس. عندنا كاس صغير من الكلس، كاس صغير بس طبعا، وطاسة و2 لتر مي فيها. الطريقة سهلة، بنحط الكلس بالمي وبنحرك كل مزبوط حتى يعني يتحلحل، نظل نحرك فيهن حتى يتحلحل، بس يحل المزبوط بنجيب الزيتونات وبننزلهن فيهن وبنظل نحرك في يعني بالطاسة. نخلص تحريك بنحط عليهم غطاء، بنغطيهن مشان ما يشم من الهواء وبصير سود، لذلك لازم نغطيهن بشيء، وبصير عندنا كل ساعتين لازم نرجع نحركهن، بنضل نهار كامل تقريبا يوم كامل ونحركهن كل ساعتين، بنيجي بنحركهن ملعقه خشبيه حصرا يعني مشان ما تكون يعني ملعقه حديد او ألمينا او نحاس تتفاعل مع الكلس، ملعقه خشبيه افضل شيء، بنحركهن كل ساعتين مره ليوم كامل. طبعا ملعقة أو خاشوقة يعني مشان ما حدا يزعل علينا، ملعقة أو خاشوقة بصير، يعني كمان الخاشوقة بصير. وبعد ما خليناهن يوم كامل مع الكلس، مي مع الكلس، وظلينا نغير فيهم نحركهن، نطلعهن من الكلس وبنحطهن يعني راح نغسلهن يعني كذا وجه بالمي العادية، راح نغسلهن تقريبا 4-5 مرات حتى يروح أثر الكلس منهم بالكامل، وبعدين نكمل معه. بس احبك بنحب ننبه لأي شيء، بس نغسلهم ونشيلهم من الكلس، المي المكلسة يعني نشيل المي الصافي بنطبها، اما الكلس بترسب من تحت، بدنا ننتبه اذا حبيناه بالمجلة ممكن يعني يسكر المجلة الكلس لانه بتجمع وبتكلس مع بعضه بتسلط، لذلك يفضل نكبهم برا ثلاثة، اما نحطهم كيس او نكبهم برا عشان ما تسكر المجلة عندنا، عشان يعني ننتبه. وهاي قاعدين نغسلهم بمي، نغسلهم 5-6 وجوه يعني حسب ما نقدر عشان يروح اثر الكلس بالكامل. بعد ما ظلينا نحرك فيهن يوم كامل مع الكلس بنطلعهن وبنحط المطربان، نحط المطربان طبعا نضيف عليهن شرائح الليمون والملح الصخري بعد ما نذوبه بالمي عشان نحفظهن يعني مزبوط، ونظبط المطربان ونسكره مزبوط وبنتركهن يعني مدة لا يقل عن 20 يوم، بين ال 20 يوم للشهر ان شاء الله بكون استوون، وبعدين بنفتح عليهن. خلوكم معنا اعزائي واحبتي، ويعني راح نرجع لكم بعد شهرين بعد ما سكرنا المطربان. هاي راح نضيف المي المملح بالملح الصخري ونسكر المطربان ونتركه تقريبا يعني لحدود الشهر، وسطيا شهر، خلينا نتفق على شهر. مشان عيار الملح، الملح الصخري ملعقه واحده كبيره لكل كاس مي، كاس عادي. يا سلام، وهاي بعد شهر رجعنا لكم اعزائي واحبتي، يعني اشتقنا لكم والله العظيم. هاي رجعنا للمطربان نفتحه بعد شهر ان شاء الله انه مستوي، لاحظوا شلون حباته مستويات ومتشبعات المي والملح والليمون، هو جاهز لا يعني للتناول، صحتين والف عافيه. الزيتون المكلس في البيت صار جاهز، صحتين والف عافيه اعزائي واحبتي، لا تنسونا من الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس دائما لكي تروا كل جديد، دمتم بالف الف خير.
ويمكنكم أيضا الاشتراك في قناتنا الثانية التي تحمل اسم بين طيات التاريخ، كما هو موجود رابطها في أسفل الفيديو لكي تروا مواضيع أخرى متنوعة. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى وصفات قادمة.